المتحور أوميكرون جاء ليقلب كل الحسابات ويخلق من جديد تخوفات كبيرة في الأوساط العلمية. علماء أمريكيون في أحدث دراسة لهم قالوا إن المتحور قد يحل مكان سلالة دلتا السائدة في العالم بنسبة أكثر من 90%. المتحور وفق أبحاث أمريكية يحتوي على أكثر من 10 طفرات والتي تتزايد باستمرار. هذه الطفرات تساعد في انتشاره وقدرته على مقاومة كافة أنواع اللقاحات. الدراسة تقول أيضا أن مدى خطورة المتحور لا يمكن تحديدها الآن، وذلك بسبب نقص المعلومات المتعلقة به، وأن تحديد نوع المرض الناجم عن المتغير قد يستغرق أسابيع طويلة. وبالتالي أكد العلماء أن التطعيم يظل الحل الوحيد أمام تأثيرات متحور أوميكرون، وتجنب الحشود وارتداء الأقنعة وهما خط الدفاع الأول ضد هذا المتحور. وطرحت الدراسة التي قام بها العلماء الأمريكيون احتمالية وجود المتحور أيضا في أمريكا.